بسم الله، نشوف مع بعض ان شاء الله موضوع اللايتنج. عشان الموضوع اللايتنج يبان معايا، هبدأ ارسم شكل معين بلان اهوت. تمام، البلان ده هديله سكيل، وفي البلان دوت هقول له مثلا حط لي كيوب واعمل لها موف. دلوقتي لما اقول له اعمل لي ريندر، من هنا بقول له ريندر، بيبدأ يعمل لي ريندر بالاضاءة العادية او اضاءة افتراضية. تمام، طيب انا مش عايز كده، انا عايز ابدا انا اتحكم في الاضاءه. اجي هنا بلاقي عندي لايتنج، تمام، اهي كله طفى ومعتمد على النور اللايتنج اللي انا احطه. يعني ممكن احطها هنا، النور هيبقى واخد الجزء ده بس. ممكن اقول له انا عايز اتحكم فيها، خليها لي هنا مثلا. هنا ممكن اقول له الت وابدا اجيبها كده وابدا اشوف انا محتاجها فين بالظبط. او في طريقه كمان ان انا ادوس بالماوس مره واحده فيبدأ يجيب لي الفرونت والرايت والتوب، فمن خلال كده أبدأ أشوف أنا محتاجها فين بالظبط. تمام، أقول له اعمل لي ريندر، هيبدأ يعمل لي ريندر بالشكل دوت. تمام، وممكن أنزل كذا إضاءة أهي بالشكل دوت. ممكن أقول له أنا عايز إضاءة سان لايت. ممكن اقول له انا عايز اريا لايت، اريا لايت برضه عشان تبقى اقرب للطبيعة. هقول له روتيت، تمام، واقول له موف بالشكل ده كده. تمام، واجي هنا ابدا اقول له الت وابدا اتحرك شوية كده. ممكن برضه اعلم على اي ضوء من دول، تمام، وابدا ابص في الخصائص بتاعتها. هل انا محتاج ان انا اعدل مثلا؟ ممكن اعدل التايب بتاعتها من هنا على طول، خليها سبوت. سبوت يعني ضوء متجه زي النور الكشاف مثلا بالشكل دوت. تمام، ممكن اقول له انا عايز اتحكم في الاضاءه، في شدتها، في اللون اللي طالع، في كل الحاجات دي تبدا تتحكم انت فيها. تمام، لون احمر مثلا شويه، ومن هنا مثلا خليها اخضر. وبعد كده بقول له ريندر وشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. تمام، هنا بيديني ريندر تو بيكتشر فيو، بيفتح لي مكان اهو بيبقى معمول فيه الريندر، ودي في اخر صور اتعملت لها ريندر.